يا مساء الفل أعزائي المشاهدين. سنة 22 كانت مليانة بأفلام رعب كويسة جدا، علشان كده في الفيديو ده هنستعرض معاكم أفضل 5 أفلام رعب، وإن شاء الله هيكون في أجزاء تانية كتير. المهم هنعرفكم قصة كل فيلم باختصار بدون حرق أي أحداث، وهنوضح لكم تقييم كل فيلم من على موقع IMDb. وعموما كل أفلام اللي هنعرضها هي متوفرة حاليا على مواقع الأونلاين، يعني أنت كل اللي عليك لو عجبتك قصة أي فيلم ادخل ابحث عنه وحمله، واختيار الافلام وترتيبها دي من حسب وجهة نظر الشخصية، وعارف انك ممكن تختلف معايا في الافلام اللي هيتم عرضها، علشان كده لو عندك فيلم رعب شايف ان هو يستحق المشاهدة ممكن تسيب لنا اسمه في الكومنت وهنعرضه في اجزاء تانية قريب. وعموما انا ندو معاكم من قناة سينما ستور، يا اهلا وسهلا بيكم. أول فيلم معانا النهاردة اسمه هاتشينج. الفيلم تم إصداره يوم 4/3/22. قصة الفيلم بتحكي عن أسرة مكونة من زوج وزوجة وولد وبنت. المهم الأم ديت بتكون زي بلوجر، وكانت بتحب التصوير والمونتاج، والبنوتة كانت بتحب الجمباز وكانت شاطرة فيه. المهم في يوم من الأيام وهم بيصوروا دخل غراب البيت بتاعهم، وبنتهم مسكته عشان تطلعه بره، بس مامتها خدته وموتته. المهم بعد كده البنت بتلاقي بيضة الغراب ده وخدتها البيت واحتفظت بيها علشان تفقس، ومع الوقت بتلاحظ ان البيضة بتنمو وبتكبر. المهم في يوم من الايام كانت بتعيط، واول لما نزلت دمعة من دموعها على البيضة فقست، وطلع من البيضة كائن شكله غريب جدا، والبنت ابتدت ترعاه وتأكله لحد ما كبر، وبنكتشف ان خد نفس شكلها بالظبط. فيا ترى ايه قصة الكائن ده وازاي هتقدر تسيطر عليه؟ فيلم رعب غريب شوية، وطبعا في حاجات مش مفهومة وغير منطقية. وعلى فكرة الفيلم ده فنلندي، وانصحك بلاش تاكل وانت بتتفرج علشان فيه قرف كتير. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 6.3 من اجمالي تصويت 10,000 صوت. تاني فيلم معانا اسمه ذا بلاك فون، والفيلم تم اصداره 28/1/22، والفيلم من بطولة النجم ايثان هوك، وبتدور احدث الفيلم ايام الثمانينات. وقصة الفيلم بتحكي عن طفل اسمه فيني. المهم في يوم من الايام فيني ده بيتم خطفه، والخاطف ده قدر ان هو يخطف اطفال قبل كده وقتلهم. المهم المكان اللي كان فيه فيني كان فيه تليفون اسود والسلك بتاعه كان مقطوع، بس كان على فترات التليفون بيرن وبيسمع اصوات غريبة، وبيكتشف الأصوات اللي بيسمعها هي أصوات الأطفال اللي تم قتلها، وكانوا بيحاولوا يساعدوه على إنه يهرب، بس هل في النهاية هينجح ولا هيتم قتله زي الأطفال اللي قبله؟ وبصراحة قصة الفيلم عجبتني وكان فيها إثارة كبيرة. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 6.9 من إجمالي تصويت 142,000 صوت. وتالت فيلم معانا اسمه ووتشر، والفيلم ده ما يعتبرش فيلم رعب قوي، وتقدروا تقولوا عليه من نوعية الرعب النفسي، وأقصد إن هو مش من نوعية الرعب الدموي. وعموما قصة الفيلم بتحكي عن اتنين متجوزين بيتنقلوا لبيت جديد برومانيا، بس الزوجة بتلاحظ إن في واحد بيراقبها من المبنى اللي قدامها، وما كانتش تعرف السر ورا الراجل ده، ومع الوقت بتعرف إن في حوادث قتل بتحصل لبنات في نفس سنها، وابتدت تشك ان الراجل ده هو القاتل، وبلغت جوزها اكتر من مره بس ما كانش مهتم قوي. ومع الاحداث بقى هنعرف ايه قصه الراجل ده، وايه الغرض من ان هو يفضل بساعات يراقب البنت ديت، وهل هو فعلا القاتل ولا لا. الفيلم فيه اثاره وغموض ونهايته غير متوقعه. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 6.3 من اجمالي تصويت 26,000 صوت. This guy has been watching us since we moved in. Maybe
maybe he's staring at the woman who's staring at him. رابع فيلم معانا اسمه داد ستريم، والفيلم تم إصداره يوم 16/22. وقصة الفيلم بتحكي عن شاب يوتيوبر مشهور وبتجيله فكرة غريبة شوية علشان يزود عدد المتابعين، وبيقرر إنه يروح بيت مسكون ويفتح لايف من داخل البيت، وكان بيوثق اللحظات ديت بكاميرات مراقبة بيحطها في كل مكان داخل البيت. وأثناء وهو بيستكشف البيت بتحصل حاجات غريبة وغير متوقعة، والمتابعين كانوا بيبعتوله إزاي يتصرف مع المواقف اللي بتقابله، وبنعرف حقائق مرعبة عن البيت ده. بس في النهاية هل هيقدر ينجو بحياته ولا لا؟ وعلى فكرة الفيلم ده حلو جدا رغم ميزانيته الضعيفة، وأنا واحد من الناس ما بحبش الأفلام اللي بتبقى متصورة بالطريقة ديت، بس بعد لما شفت الفيلم عجبني جدا. وعموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 6.5 من إجمالي تصويت 8600 صوت. Is collecting souls to create the family she could never have in mind. خامس فيلم معانا هو فيلم سمايل. الفيلم تم إصداره يوم 30/9/22، وقصة الفيلم بتحكي عن واحدة دكتورة نفسية اسمها روز جاوتر، وفي يوم من الأيام بتجيلها مريضة غريبة، وبتعرفها إنها بتشوف كائن غريب محدش غيرها بيشوفه، وبتتفاجئ إن المريضة بيجيلها تشنجات وبتبتسم وبتموت نفسها. مع الوقت ابتدت الدكتورة تشوف حالات انتحار غريبة، تعرف إن الحالات ديت سببها الابتسامة، وفضلت الدكتورة طول الفيلم تبحث عن سر الابتسامة، وللأسف مع الوقت ابتدت تحس إن عندها نفس الأعراض، فيا ترى هتعرف السبب وتواجهه ولا هيكون اتمكن منها اليأس؟ والميزة في الفيلم ده إنه بيعتمد على أسلوب اسمه جامب سكير، بمعنى هي الخضة اللي على غفلة. عموما تقييم الفيلم من على موقع IMDb حصل على 6.6 من إجمالي تصويت 87,000 صوت. Smiling at me. عموماً دي كانت أفضل 5 أفلام رعب من وجهة نظري، وطبعاً هيكون في أجزاء تانية كتير الفترة الجاية. وعمتاً لو كنتوا شفتوا أي فيلم من الأفلام ديت ياريت أعرف تقييمكم الشخصي، وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو تدعمونا بلايك ومتابعة وتفعلوا الجرس، وأشوفكم على خير في فيديو جديد إن شاء الله. مع السلامة.